امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر. الحقيقة كل الكرام امبارح هم نماذج مشرفة، وكل واحد فيهم ليه حكاية خاصة خلال رحلته مع حفظ كتاب الله. خلينا نرحب على التليفون بنادي سعد جابر الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة. صباح الخير عليك يا نادي، أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا استاذه منى، واهلا وسهلا محمد. يا شيخ نادي صباح الخير. يا اهلا بيك. مبروك عليك التكريم. الله يبارك فيك يا استاذه. يعني التكريم من فخامه الرئيس السيسي امبارح، واول مره ممكن تكون بتشارك في مسابقه زي دي، وهل كنت متوقع حاجه زي كده تحصل يعني في وقت قليل جدا زي ده وبالاداء المشرف اللي انت قدمته ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني كان يمكن حلم بعيد أن أكون من بين المكرمين من سيادة الرئيس. يعني أنا كنت عندما أرى المكرمين وهم يكرمون دائما في كل ليلة قدر في شهر رمضان، كنت أقول يعني متى سأكون واحدا من هؤلاء، فكوني أصير واحدا منهم في يوم من الأيام فهذا من فضل الله عز وجل علي، وهو في الحقيقة شعور لا يوصف. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كنت بتشوفهم ونفسك تتكرم والحمد لله كرمت، لكن هل دي أول مرة تشترك في المسابقة؟ نعم. دي أول مرة تشترك في هذه المسابقة؟ نعم، أنا شاركت في مسابقات قبل ذلك، لكن هذه المسابقة مسابقة مصر يعني أول مرة أشترك فيها الحمد لله. عظيم. طيب قول لنا إيه المسابقات اللي اشتركت فيها؟ وكانت المراكز بتاعتك إيه؟ أنا شاركت في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم في عام 2011، وبفضل الله عز وجل حصلت فيها على المركز الثاني عالميا، وكرمت من الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، ومن الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي الشريف. وأخيرا في هذا الشهر أيضا كانت مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم التي أقيمت هذا العام في نسختها 25، وبفضل الله أيضا حصلت فيها على المركز الثاني على مستوى العالم، وكرمنا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ما شاء الله عليك. رحلة حفظ القرآن الكريم رحلة يعني أعتقد بتبقى طويلة شاقة ولكن ممتعة، ربنا يعني تم عليك نعمته وقدرت تتم حفظ القرآن الكريم. ابتديت من وانت عمرك كام سنة؟ أنا بفضل الله عز وجل بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا في سن السادسة، وأنهيته أيضا الحمد لله يعني في فترة قصيرة، يعني أنهيته تقريبا وأنا في سن الثامنة. أكيد. طيب عظيم. أنا شايف أنك بتقرأ قراءات وبتقلد كمان. نعم الحمد لله. وبتقلد كمان حد من مشايخنا الكبار. انا قريت، قول لنا انت بقى بتقلد مين؟ بتقلد اكتر من حد كمان. انا يعني يمكن من شد المعجبين بسيدنا الشيخ محمود خليل الحفري عليه رحمه الله في مجال الترتيل وفي مجال تجويد القران الكريم، فانا احب كثيرا الشيخ محمد رفعت عليه رحمه الله. عظيم. طيب احنا معانا دقيقة كده، ممكن تقرا لنا آيات من كتاب الله للشيخ محمد رفعت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه كل
الشكر ليك شيخ نادي سعد جابر الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا جزيلا ليك ومبروك عليك تكريمك بالمركز الأول. وإحنا بنتكلم طبعا عن الشباب والأطفال، يعني هم لسه أطفال المكرمين، كلنا فاكرين الطفل المعجزة أحمد تامر اللي حفظ القرآن الكريم بالتجويد في سن صغير جدا، ودعاه سيادة الرئيس لقراءة القرآن في احتفالية قادرون باختلاف. امبارح اتكرم من سيادة الرئيس بحصوله على المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة في المسابقة العالمية لوزارة الأوقاف. هو معانا دلوقتي على التليفون. يا أحمد صباح الخير عليك. صباح الخير. يا أهلا بيك، عامل إيه؟ الحمد لله. ألف ألف مبروك التكريم. الله يبارك فيك. مبسوط؟ مبسوط الحمد لله. الحمد لله. قول لنا اشتركت في المسابقة إزاي؟ أني كنت داخل المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لحفظ القرآن الكريم. كانت أول تصفية كانت في مسجد نور بالعباسية، وكانت ثاني تصفية كانت في 6 أكتوبر كانت أكاديمية الأوقاف الدولية، وثالث تصفية والتصفية الأخيرة كانت في فندق جراند زايل تاور. ما شاء الله عليك يا أحمد. أحمد أنت عندك كام سنة دلوقتي؟ 8. وابتديت حفظ القرآن الكريم بقالك قد ايه؟ انا ابتديت حفظ القرآن الكريم من سن 3 سنوات، والحمد لله خلصت وانا عندي 5 سنوات ونص. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا احمد. طب انا عايزه اعرف بقى، يعني الموضوع مش سهل يا احمد، يعني القراءه في السن ده مع السن الصغير، ومش عارفه بقى هل ده ساعدك على انك كمان تبرز، يعني تبدع اكتر وتبرز اكتر في القراءه نفسها، يعني ده يساعدك انك تتعلم القراءه من المصحف، ولا الموضوع كله حفظ بس انت مش بتلجا للمصحف ابدا يساعدك في القراءه؟ لا انا لما بدات من سن 3 سنوات كان الحفظ صعب عليا شويه، بس الايه اللي كنت مش بحفظها حلو بابا يدانا حفظها لي كتير، وفي الاخر ان شاء الله يعني احفظها وخلصت القران، ورحت خدت احكام التجويد عند عم الشيخ محمد علي سليمان، هو اللي علم التجويد والقراءه الصحيحه. ما شاء الله عليك. احمد بدات تقرا في تفسير القران ولا لسه؟ بدات، ما هو كان فاكر كان فاكر سياده الرئيس لما قال لك؟ كان سياده الرئيس كان كلمني في برنامج يحيى الصيمه، وهو كان بيقول لي الحفظ جميل ومهم، ولكن فهم كمان جميل ومهم، وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس ان حفظ متن خلاصه النظر في مقاصد السور، ده في مقصد السوره، ودلوقتي بذاكر في المعاني. ما شاء الله. طيب انا عايزه اعرف بقى، انت بتسمع لمين من المشايخ يا احمد؟ انا بسمع في القصر فضيله الشيخ مصطفى اسماعيل وفضيله الشيخ محمود علي البنا، وفي التوسط فضيله الشيخ محمود خليل الحصري وفضيله الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما شاء الله. وبتعرف تقلد مين فيهم؟ انما من القراء الموجودين دلوقتي فضيله الدكتور عبد الفتاح الطاروق. ما شاء الله. بتعرف تقلد حد فيهم؟ لا انا بقرا بصوت انا بس ببقى اسمعهم هم. كنت داخل المسابقه وخايف ولا كنت عامل حسابك انك هتفوز؟ لا انا اصلا يعني بكون واثق من نفسي. ما شاء الله. سابقة ومش خوف. اكيد في طقوس للمراجعه كده، في طقوس لليله المسابقه بتبقى عندك يا احمد، يعني في طريقه معينه. انت قلت لي والدك هو اللي كان بيقعد يتابع معاك وهو اللي بيقعد يراجع معاك الايات، انت والدك كده ليله المسابقه بتقعدوا وتفكروا مع بعض وتختار او يختار لك ايات تسمعها، ولا انتوا بتعملوا ايه ليله المسابقه؟ يعني قبل المسابقة العالمية كنت بذاكر في اليوم 10 أجزاء أو 9 أجزاء. ما شاء الله. وممكن أذاكر في المتون. الله يفتح عليك يا أحمد، إحنا فرحانين بك جدا جدا جدا، يعني ربنا يفتح عليك. الطفل أحمد تامر الطفل المعجزة الحاصل على المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، شكرا ليك يا أحمد. كمان من ضمن المكرمين امبارح من سيادة الرئيس في احتفالية ليلة القدر سارة أيمن اللي حصلت على المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم مع تجويده، وهي من أصحاب الصوت الحسن. معانا على التليفون دلوقتي. صباح الخير عليك يا سارة، أهلا وسهلا بيكي. صباح الفل، أهلا وسهلا بحضرتك. سارة قولي لي بقى، دي أول مرة تشتركي في مسابقة ولا اشتركتي قبل كده؟ لا أنا اشتركت في المسابقة دي كتير جدا، بشترك فيها تقريبا بقالي حوالي 12 سنة. ما شاء الله.
بس اول سنه اوصل للمركز ده السنه دي. المسابقه دي ليها مراحل يا ساره مش كده؟ ايوه ليها مراحل كتيره جدا. احنا بنمتحن اول حاجه بنمتحن مرتين في اداره الاوقاف عندنا في المحافظه، مره وبعد كده مره كمان، وبعد كده بنمتحن في مسجد النور في العباسيه امتحان، وبعد كده بنمتحن في اكاديميه الاوقاف الدوليه امتحان، وبعد كده امتحان بقى في اخر امتحان اللي هي الدوليه خالص والدول موجوده، ده اخر امتحان خالص في الفندق اللي بتقام فيه المسابقه. عظيم. التصفيات دي اللي بينزل من التصفيات دي بقى مين بالظبط؟ اللي مثلا ما سمعش كويس ولا اللي كان عنده مشاكل في التجويد؟ ايوه طبعا، هي المسابقه مش مبنيه على الحفظ بس، المسابقه مبنيه على الحفظ والمتشابهات والتجويد والاداء والاتقان، كل حاجه مع بعضها، كل حاجه بتكمل الثانيه. يعني لو حد حافظ بس وتجويده مش كويس اكيد بيقع، المتشابهات برضو بيقع، لازم كل الحاجات دي تكون مكمله بعضها. خلينا نتعرف عليكي اكتر يا ساره، قولي لنا بقى انت عندك كام سنه، درستي ايه، من محافظه ايه، قولي لنا تفاصيل كده نبقى عارفينك اكتر. انا اسمي ساره ايمن احمد، من محافظه الدقهليه مدينه المنصوره، عندي 24 سنه، انا خريجه كليه طب اسنان بنات جامعه الازهر في القاهره، وحاليا دلوقتي بدرس فتره الامتياز. ما شاء الله. طيب عايزين نرجع معلش تاني للمراحل، ايه اصعب مرحله في التصفيات لهذه المسابقه؟ اصعب مرحله اللي هي المرحله اللي قبل النهائيه، لان كانت دي فتره يعتبر كانت دي تدريب او تاهيل للتصفيه النهائيه اللي احنا امتحناها في اكاديميه الاوقاف الدوليه، كان تحكيم شديد جدا، بيقفوا على كل حركه على كل هفوه على كل يعني اللي هو التجهيز بقى للمسابقه يعني. ايوه يعني ده يعتبر تدريب او امتحان مشابه بالظبط مصغر زي امتحان نهائي، فدي يعتبر كانت اصعب امتحان قابلنا في المسابقه. طيب ساره، ابتديتي حفظ القران الكريم من وانت صغيره اكيد، ولا ابتديتيه مع دخولك بقى جامعه الازهر؟ لا انا حفظت القران، بدات احفظ وانا عندي 7 سنين او 6 سنين، ختمته وانا في سنه رابعه ابتدائي، خلصته حفظ يعني في رابعه ابتدائي، بدات بقى احفظ المتشابهات واخد اجازه وكده اول ما خلصت حفظ على طول. ما شاء الله، ختمتي القران وانت في رابعه ابتدائي؟ ايوه. ده عظيم جدا. اللي بيختم القرآن وهو طفل صغير في سنك كده بالتأكيد بيكون في حد من الأسرة حافظ لكتاب الله وبيقرأ قرآن كتير والقرآن على طول موجود في البيت. ايوه، بابايا هو اللي كان دايما بيحفظني وهو اللي كان بيسمع لي، وكان دايما بيتنا يعني يعتبر اليوم كله بالنسبة لي وانا كنت صغيرة كان قرآن، يعني قرآن الصبح وقرآن العصر ومقراء الصبح وكتاب العصر مع بابايا بالليل، فكان اليوم بالنسبة لي كان كله قرآن، فده بابا كان دايما بيشجعني ان انا اخلص بدري عشان الحق اراجع اكتر واحفظ كمية اكبر وكده. بعد ما اتمتي حفظ القران وانت في رابعه ابتدائي، التعامل بقى مع القران الكريم بيبقى بعد كده ازاي؟ يعني انت جزء كبير من حياتك كان عندك زي ما بتقولي يعني طريقه او سيستم ماشي عليه، والقران موجود معاكي في عدد كبير من الساعات عشان تتمي الحفظ، بعد ما اتمتي الحفظ بقيتي بتتعاملي ازاي في المراجعه؟ أيوة، بحيث ان احنا نبقى دايما في ذهن القران، عاوزه اثبت بقى الحفظ، ده اول حاجه، اول مرحله خالص بعد الحفظ اللي هو مرحله التثبيت، ان انا ما يبقاش عندي ولا غلطه في الحفظ، ده اول حاجه. بعد كده بنخش على مرحلة الإتقان والمتشابهات، إن أنا أجيب أشوف الآية متكررة كم مرة في القرآن، وعشان دي أكتر حاجة بتثبت الحفظ وتخليكي ما تعرفيش تغلطي خالص فيه، اللي هو مرحلة المتشابهات والإتقان. بعد كده أبدأ أخد إجازة بقى إن أنا أقرأ القرآن قراءة مجودة من غير أي أخطاء، المخارج تبقى صحيحة، الصفات بتاع الحروف تخرج مظبوطة، كل الكلام ده يبقى مظبوط. دي كانت آخر مرحلة اللي هي مرحلة الإجازة. بعد كده طيب ان شاء الله مرحله القراءات، بس فتره الكليه طبعا ما كنتش عارفه اخدها فيها، بس ان شاء الله ابدا اخد فيها يعني باذن الله. طيب ده عظيم جدا، مهتمه بالتفسير، يعني احنا خلاص ثبتنا الحفظ وداخلين على القراءات، مهم ان احنا نخلي القران منهج في حياتنا ماشيين عليه. أيوة في حياتنا طبعاً. فلازم أيوة. يكون فاهمين كويس القران وعارفين تفسيره ومهتمه بيه. ايوه، ما هي المسابقه اصلا مش حفظ بس، المسابقه كانت حفظ القران الكريم مع فهم المعاني والمقاصد، معاني ان انا اعرف معنى الكلمه اللي انا بقراها، ما كنتش بقرا وخلاص، ما كنتش بحفظ وخلاص، لا لازم اتدبر معنى الايه اللي انا بقراها افهمها بحيث ان هي اصلا حفظها يثبت في دماغي كمان، ده اول حاجه. ثاني حاجه المقصد العام للسوره، السوره دي بتتكلم عن ايه اصلا، او المغزى العام منها ايه، افهم السوره يعني الهدف الاجمالي بتاعها ايه، فده برده طبعا بيساعدني، يعني المعاني والمقاصد الاثنين مع بعض. عظيم. سارة أيمن الحاصلة على المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم مع تجويده من أصحاب الصوت الحسن، شكرا لك يا سارة وألف مبروك على حصولك على المركز الثاني.